السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحين يا اخ مختار التسخين يشتغل بالداخل الغرفة هون بالشحن، لكن يشتغل التسخين هذا تبع، لكن الان برد يشتغل يعني دقيقة دقيقتان ومن ثم يرجع الى حالة البرودة يسخن. الآن سخن مرة أخرى، الآن بارد، درجة حرارة الموتور عادية على تقريبا على حركة دوران الموتور العادية أو الطبيعية اللون الأخضر. الآن الهواء بارد يخرج من لكن بعد 5 دقائق أتوقع يرجع كمان يسخن يدخل بالسخونة. هذه المشكلة كمثل السابق، بداية قبل المشكلة ما تركيب الجوانا كلاس، قبلها بفترة كان هكذا يشتغل تدفئة في الداخل وتبرد الى ان توقفت نوعا ما في النهاية وبدأ يسخن الموتور بشكل بصفة عامة، وتوقعت انه لجوان كلاس، لكن اتوقع انه هناك مشكلة يمكن ان تكون في طبعا ضغط يعني طرمبة الماء او مضخة الماء. مع العلم انني غيرت الترموستات، ولكن المشكلة ليست في الترموستات اتوقع، حتى انني مره من المرات قبل ما اغير الجوان ازلت الترموستات حتى يتم ضخ الماء بشكل كامل للموتور الى الراديتر، ولكن لم ينجح، كان الموتور يسخن، وبالتالي اتوقع ان المشكله في مضخه الماء، لكن احاول الان ان اضغط على الديزل ويسخن ربما يفتح او تضخ الماء. بدأت السخونة ترجع على شكل أسرع، يعني كل قبل كانت تنتظر فترة 3 دقائق 4 دقائق، الآن تنتظر دقيقة وترجع السخونة، وهذا يعني أن هناك تقدم نوعا ما، يعني بدأت الأمور في الأفضل. درجة الحرارة الموتور ثابتة، التدفئة
إذا ترجع تغيب 1 دقيقة أو دقيقتان وترجع. قبل ذلك كانت تغيب حوالي 3 دقائق 4 دقائق. الآن ذهبت السخونة. الآن الدقيقة تقريبا 15 من تسجيل الفيديو. نحسب كم مدة عندما ترجع السخونة. خروج الهواء بارد. درجة الحرارة ثابتة الآن، والتدفئة بدأت ترجع إلى وضعها في التسخين بعد دقيقتين و20 ثانية تقريبا. بدأت الآن تسخن، تقريبا تسخن مدة لنرى إلى أي وقت. الآن سخنت بشكل جيد.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.